العطرة من النباتات اللي بنزرعها في بداية فصل الصيف، وبتنجح زراعتها على مدار العام، ولكن بتتأثر بالبرد الشديد. هناخد عقلة طرفية وعقلة وسطية، وهنزرعها في الصيص مناسب بدون هرمون تجذير. أي تربة هتنجح فيها زراعة عشبة العطرة، ولكن يفضل ان احنا نستخدم تربة خفيفة مش محتاجين لهرمون تجذير. بعد كده نرويها ري غمر، وفي البداية مش هنعرضها لأشعة الشمس القوية، وبعد مرور اسبوع لعشر ايام هنبدأ نعرضها للشمس بشكل تدريجي. وهنا النتيجة عندي ما شاء الله نبتة ممتازة جدا جدا، ريحتها ريحة ما شاء الله جميلة جدا، بتخلي ريحة البيت او البلكونة او الحديقة ريحة مميزة. بنحتاج بس ان احنا نشيل الاوراق القديمة ونرتب النبتة عندنا ونرويها ري بانتظام، ما تكونش التربة مغمورة بالماء ولكن تكون التربة رطبة. بتحتاج لسماد يحتوي على نسبة نيتروجين عالي، يفضل استخدام سماد 28-14-14 او 40-10-10 لو كنا في فصل الشتاء. تتأثر من البرد الشديد، فبالتالي بنحافظ عليها في فصل الشتاء من البرد الشديد. هنا النبتة ما شاء الله وضعها ممتاز وعندي نمو جديد وعندي مجموعة جذر جيد. في المرحلة دي ممكن ازرع النبتة في حديقة المنزل مباشرة او ازرعها في الصيص اكبر او اغير للصيص. ومن مميزات العطرة ان مجموعها الجذري بسيط، يعني الصيص صغير بيناسب نبتة كبيرة والنبتة بتنمو بدون اي مشكلة في الجذور.